بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه بإحسانه إلى يوم الدين وبعد. أشكر المنضمين هذه الندوة، كل من موقع أزمنة سياسية وجريدة سند، واهتمامهم بالشباب بصفة عامة وبالمنظمات الشبابية الحزبية بصفة خاصة. الموضوع اليوم هو الشباب والسياسة، لكن الحي الزمني عشر دقائق مخصص لكل عرض ربما أنا كنشوفه غير كافي لمناقشة المحاور الأربعة. سأحاول أن أكون مركزا في تدخلي حول الشبيبة الاستقلالية التي لم تكن منذ تأسيسها إلى الآن منظمة جامدة فكرا ومؤسسة وتنظيما وممارسة، بل كانت ولا تزال منخرطة بوعي ومسؤولية في كل القضايا التي تستأثر بقضايا الرأي العام الوطني ومختلف المتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية وطنيا وإقليميا وحتى دوليا، حيث تساهم من موقعها في إبداء الرأي والانخراط المساهم في إطار النقاش الوطني من زاوية انتمائها الفكري والسياسي وتجربة شبابها الرائد الذي سار على درب الرعيل الأول من المجاهدين الوطنيين في معركة متواصلة مستميتين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدساتها وهويتها ووحدة البلاد والعباد. إننا في منظمة الشباب الاستقلالية نعتبر أن الشباب هو النقطة الانطلاقة لمجموعة من المجالات المحورية التي تنظم المجالات الإنسانية، الشيء الذي يفسر بأنه لا يمكن ضمان أي مستقبل مشرف في معزل عن الشباب باعتبار الممثلين الفعليين لتطلعات شباب أو أجيال اليوم وأجيال الغد. إن جعل الشباب محور التشريعات والسياسات العامة الهادفة إلى ضمان وتعزيز الحقوق يبقى آلية مهمة من أجل تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية لبناء الدولة الديمقراطية. ولذلك نؤكد نحن في الشبيبة الاستقلالية أن بناء المجتمع الديمقراطي لن يتسانى عبر تجاهل الشباب المغربي في هذا البناء، ونرى أن أي تغيب له هو تغيب لقوى أساسية وخلاقة في المجتمع. لذلك فإن بناء الدولة الديمقراطية التي تحترم فيها الحقوق والحريات يجب أن يستحضر من جهة حقوق الشباب وكذا طورهم في ترسيخ حقوق الإنسان والمواطنة. وفي هذا الصدد نعتبر أن المقتضيات التي تضمنتها مدونة الانتخابات والمتعلقة بتخفيض السن القانوني للمشاركة السياسية في الانتخابات من خلال تحديد سن التصويت 18 سنة، وكذا ما تضمنه قانون الأحزاب من خلال التنصيص على ضرورة إشراك الشباب في الهياكل المقررة للأحزاب السياسية، تعتبر خطوات مهمة لضمان انخراط الشباب المغربي في البناء السياسي الديمقراطي. إلا أن واقع المشاركة الشبابية في الاستشارات الانتخابية الأخيرة في المحلية والتشريعية يؤكد نفور الشباب المغربي من الفعل السياسي، وهو ما يكشف في المقابل أن تغييب الحقوق الأخرى له تأثير واضح على الانخراط الواعي والمسؤول الشباب المغربي في العمل السياسي وفي الممارسة الحقوق. وهذه في صفحة القوس باش نذكر بأن نحن في حزب الاستقلال، الفرع حزب الاستقلال بوجدة الذي يخول له القانون سير وسكبير شؤون الحزب، أربعة أعضائه منظمة الشباب الاستقلالية، وأكثر من 50% هم شباب بدون إخفاء رؤساء اللجان الدائمة. يعني احنا طبقنا حزب الاستقلال أو في الشباب الاستقلالية طبقنا هذا الشيء قبل ما يجيبوا القانون. نرجع للقاءاتنا مؤتمرنا أعلننا أنه عن واقع الترابط والتكامل بين الحقوق، فلا يمكن ضمان انخراط الشباب في الحياة العامة دون توفير له الحق في التعليم والشغل والحق في الصحة، بالإضافة إلى تعزيز قنوات التغطية والتوعية والإخبار. هذه القنوات هم اللي يمكن يعطونا الإمكانيات التي من تسديد دور هذا الشباب، لأن بناء مجتمع ديمقراطي متضامن يقتضي منا مشاركة الشباب في الحياة السياسية، والمشاركة التي تقتضي مع الشباب أنه يكون مواطن واعي الحقوق متيقنا بقدرته على التأثير على القرارات والسياسة العمومية، وبالتالي مساهمة في بناء مجتمع أفضل. وتكمن الإشارة
لأن الجماعة المحلية باعتبارها السلطات الأقرب إلى الشعب يمكن أن تشكل إطاراً مهماً لاستواءات مشاركة هذا الشعب وضمان حقوقه، إذ أنها لا تضمن فقط إعلام وإخبار شعبها بمواطنته وحقوقه، بل يمكن أن تكون مجالاً للتجربة ولتطوير مهاراته الحقوقية والسياسية والعمومية بصفة عامة. سجلنا بأن عدم القدرة على بناء الديمقراطية والمؤسسات للجماعات في المغرب بصراحة على ضمان خيارات مسؤولي الشباب المغربي. فضلا عن غياب الحس الشباب بجميع القرارات السياسية التي تأخذها الجماعات المحلية. ونؤكد في المقابل أن المشاركة ديال الشباب في الحياة الديمقراطية يجب أن تكون في إطار سياسة عامة للمشاركة سواء على المستوى الوطني أو المحلي. وأن تقتنع هذه الأخيرة بضرورة أن تكون لكل السياسات القطاعية ستكون عندها واحد أبعاد شبابية. هذا رهانة المستقبل هي رهانات بالطبع هو الشباب المغربي. وإن كان من البديهي أن الشباب لا يشكلون مجموعة متجانسة اعتبار لكون هذه المجموعة تختلفها تبيانات اجتماعية ومجالية وأخرى متعلقة بالنوع، فإن العناية به وقاعدة التباين تستلزم اعتمادات سياسية سياسات عمومية تستجيب لضرورة احتوائه وإدماجه الشامل ومتعدد الأبعاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى مجتمعيا، والمرتبط كذلك بالنمو الاقتصادي وبنوعية التربية والثقافة السياسية الديمقراطية. وهو يجب أن نضمن له كذلك إمكانية الإبداع الفني، لكن هذا يستوجب علينا أولا إلى العناية بالشباب المغربي ونزوعاتها المختلفة وتوفير الأجوبة المؤسساتية والقانونية والمالية عن مختلف تطلعاته. ثانيا إعادة الاعتبار للالتزام السياسي وتقوية الدور ومكانة الأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية الحزبية. ثالثا ربح رهانات مكافحة كل أشكال الإقصاء والهشاشة على الفقر لدى الشباب. رابعا سن سياسات عمومية ذات أبعاد شبابية في مجال التشغيل، التربية، التكوين، الصحة العمومية والحياة السياسية وما إلى ذلك. خامسا يجب تفعيل دور الوزارة الوصية على قطاع الشباب ومراجعة سياساتها موجهة نحو الشباب. كنلاحظوا بأن هذه الوزارة كتمشي ما هو رياضي أكثر ما هو شبابي. هي خاص إعادة نظر في هذه الوزارة بصراحة. سادسا تعزيز الثقة في العملية السياسية لدى الشباب، وهو ما يفرض وضع آليات لتشجيع الشباب على تقديم اقتراحات في مجال التشريعات المختلفة المتعلقة بالانتخابات والصلاحيات واختصاصات خاصة الأجهزة التمثيلية المحلية والجهوية. ونحن في الشبيبة الاستقلالية نطالب بتخصيص دائرة للشباب لولوج الجماعات الترابية مستقبلا في الانتخابات التي تعرفها البلاد مستقبلا. وباش نحاول نختم هذه نعطي بعض المكتسبات التي حققت في الحزب بفضل النضال وتحدي منظمات الشبيبة الاستقلالية. أولا عن استجابة اللجنة الوطنية لسيادة الدستور 2011 لأكثر من 28 مطلب تقدمت به المنظمة هي الشبيبة الاستقلالية. اجتمعوا المنظمات في جميع البقاع الفروع اللي عندنا أكثر من 2000 فرع في المغرب، اجتمعوا وتوجدنا واحد الدستور المغربي كما تراه منظمة الشبيبة الاستقلالية والترفع للجنة الوطنية. والحمد لله 28 من المطلب هي اللي تقبلت بها المنظمة، هذا شيء كيف راح يفرحنا كثيرا. ثانيا انتزعنا واحد الغرفة تمثيلية للشباب في جميع التنظيمات الحزبية على المستوى الوطني. دابا جميع التنظيمات الروابط المهنية المؤسسات اللي عندنا اللي تبع اما الشبيبة ولا تبع الحزب ولا الروابط المهنية فيها تمثيلية ديال الشباب. وخير دليل بأن عندنا عضو في اللجنة التنفيذية للحزب هو عضو منظمة الشبيبة الاستقلالية والناطق الرسمي باسم الحزب الأخ علي بن حمزة. وكاين أمثلة كثيرة في المنظمات الموازية. اسمع عندنا تسبق الديمقراطي، رابعا عندنا انتخاب عضو الشبيبة الاستقلالية للوجدة عضو بمجلس الوطني للحزب، عندنا ترشيح لكاتب المنظمة في النائحة المحلية للانتخابات، عندنا عضو بمنظمة الشبيبة الاستقلالية ومستشار بالجماعة، البرامج الانتخابية فوجة منذ 2002 هو كيفزو منظمة الشبيبة الاستقلالية، الشبيبة الاستقلالية دخلت بعد زيارة وفد الشبيبة لمدينة العيون عقب أحداث الديميزي لتقصي الحقائق،
تنظيم وقفة احتجاجية بجنوب افريقيا لمشاركة جبهة البوليزاريو في مهرجان العالمي شباب وطلبة، مشاركة شزة، اشتغال 8 لجان دائمة بالشبيبة بوجدة تقوم بدراسة وتدير واقع المجالات بمدينة وجدة وتقدم تصورات إلى النائب البرلماني ورئيس الجماعة، تنظيم دائم ومستمر لندوات شبابية حول المستقبل بمدينة وجدة. وشكرا.